ممكن يبتدي المباراه بشكل ازاي معايا تليفون مهم من واحد من نجوم النادي الاهلي اللي لعب مباريات كتير قمه بين الاهلي والزمالك يعني وكابتن من كباتن النادي الاهلي الكابتن وائل جمعه. تحياتي ليك يا كابتن وائل، تحيات ضيفي الكابتن هشام حنفي. مساء الخير يا اسامه، اهلا بيك واهلا بكابتن هشام ومنورين قناه الاهلي طبعا. يا كابتن وائل وحشنا والله ومفتقدينك في كل حاجه يا وائل بصراحه، يعني روحك وكلامك اللي انت حتى خارج البلد كمان بتتكلم عن النادي الاهلي هو ده فعلا بجد نموذج كبير للعب سنوات عديده وحصل على بطولات كبيره طبعا زي واحد زيك كابتن وائل طبعا، ووحشنا كتير يعني. حبيبي يا كابتن هشام والله وانتوا كمان وحشيني جدا، وكلامي ده كلام محب قبل ما اكون لاعب وكابتن في الاهلي وقبل اي حاجه ثانيه. انا بحب النادي الاهلي والنادي الاهلي بالنسبه لنا حاجه كبيره جدا يا هشام. هو اللي عملنا وهو اللي عمل اسمائنا كلنا وهو السبب في كل حاجه حلوه احنا الحمد لله فيها يعني. فالواحد والله لما بتكلم من المنطق ده ومن المنطلق ده ومن ان انت بتحفظ جميل المكان اللي عمل اسمك وعمل تاريخك وعمل كل حاجه حلوه انت موجود فيها يعني. كابتن وائل جمعه يعني من زيه زي نجوم كتير لعبوا في النادي الاهلي ما خرجوش من قطاع الناشئين، ولكن يعني كسر قاعده ابن النادي، ابن النادي المحب للنادي الملتزم بمبادئ النادي وقواعد النادي. كابتن وائل النهارده القمه 120 بين الاهلي والزمالك، النادي الاهلي متصدر جدول المسابقه بفارق كبير من النقاط عن نادي الزمالك، شاف القمه 120 ازاي؟ والله دايما يا اسامه وابدا يعني مباراه الزمالك ملهاش علاقه ولا ليها حسابات بالجدول وترتيب الجدول والامور دي. مباراه ديربي بتتلعب عشان خاطر جمهورك. تمام. المعنى ده يعني انا اتمنى ان اللعيبه اللي موجوده حاليا في النادي الاهلي تكون واصل لها، لان هي اللعيبه دي بصراحه معذوره في حته ان هي ما شافتش جمهور. بقى لنا 7-8 سنين يا اسامه بدون جمهور. مفيش ضغط الجماهير. مش عايز اقول ما يعرفوش جمهور الاهلي يعني وقيمه المباراه بالنسبه له، لان الجمهور ما بيحضرش، انما المباراه دي ليها قيمه كبيره جدا عند جمهورنا وعند اللي بيحب النادي الاهلي وعند الغيور على النادي الاهلي، يحب يشوف النادي الاهلي دايما منتصر على المنافس بتاعه. فدي دي دي نقطه يعني انا اتمنى ان اللعيبه تكون حاسه بيها. انا بالنسبه لي المباراه النهارده اسامه مباراه مهمه للي جاي، مش لبطوله الدوري. تمام. الدوري محتومه خلاص والامور خلصانه وحساباتها منتهيه يعني. مظبوط. انما للي جاي ده اللي هو ايه؟ اللي هو عندك افريقيا، الزمالك معاك في بطوله افريقيا يا اسامه. تمام. عندك في السيمي فاينل موجود معاك في البطوله، فممكن تلعبه في الفاينل ان شاء الله. فتستمر في حاله التفوق النفسي والمعنوي على نادي الزمالك. ودي نقطه مهمه جدا للعيبه يا اسامه. احنا بقى 10 مباريات الاخيره النادي الاهلي كسبان 7 ومتعادل 2 وخسران 1 يا اسامه. ارقام قياسيه. حجم التفوق اللي انت بتحصله، ودي نقطه اعتقد ان هي ان شاء الله يعني اتمنى ان هي تاثر النهارده في بدايه المباراه، ان النادي الاهلي يستغل دي ويركب من البدايه ويسجل من البدايه. وده بتيجي اهميه المباراه النهارده في كده، انما المباراه يعني مباراه قمه عاديه ومنافسه بين الاهلي والزمالك ملهاش علاقه بحسابات الدوري تماما يعني. هو يمكن كمان الزمالك بيدور على حسابات فيها لانه بيبحث عن المركز الثاني. صح. فمع المنافسه اللي موجوده من بيراميدز ومن مقاولين، فالزمالك هو اللي بيبحث عن حسابات الدوري لانه فاكيد هيبقى مضغوط. تمام. فهيبقى اكيد هيلعب على المكسب، اكيد هيبقى عنده مساحات. ونقطه ثانيه ونقطه مهمه كمان جدا يا اسامه، الظروف والاحداث الاخيره في النادي الاهلي. فمباراه النهارده بالنسبه لنا يعني اتمنى برضو ان اللعيبه تبقى مقدره الكلام ده كله. انت بتوصل رساله ان النادي الاهلي ما بيقفش على اسم، ما بيقفش على لعيب، ما بيقفش على مين، احنا كفريق كمجموعه بس. وانا اخد من كلامك يا كابتن وائل اهميه هذه المباراه للفتره اللي جايه. انا كنت بسال الكابتن هشام عن وسط الملعب واهميته في هذه المباراه، عايز منك بقى نصيحه بقى لمدافعي النادي الاهلي النهارده موجود في القائمه، ايمن اشرف، ياسر ابراهيم، رامي ربيعه، كمان الباكين علي معلول ومحمود وحيد واحمد فتحي ومحمد هاني. يعني النصيحة يا أسامة مش للدفاع بس، النصيحة لكل الفريق. المباراة دي بتتلعب على تفاصيل صغيرة.
على كرة ثابتة، على فاول، على لاعب مش مركز في تغطية. فهي نصيحة جماعية لمهاجم حتى ان انت تستغل كل فرصة بتتاح ليك. فالنصيحة المفروض دايما الفرق الجماعية بتلعب بالاسلوب الجماعي ده والفكر الجماعي يا أسامة. طبيعي ان انت بتلعب مباراة ديربي وفيها منافسة قوية هتلاقي اللعيبة مركزة، انما التركيز الجماعي ده بيتطلب يعني حاجات كتير جدا، اهمها الاستقرار طبعا الفني اللي في الفريق وثبات التشكيل والامور دي كلها، ودي موجوده في النادي الاهلي. يعني هو في افضل من ان انت تبقى متصدر الدوري بفارق ما يقرب من 20 نقطه يا اسامه؟ فكل دي عندك اريحيه كبيره ان شاء الله. طبعا. فيعني اخيرا يا كابتن وائل، هل ممكن الاصابات الغيابات النهارده حسين الشحات، اصابه محمود متولي، ايقاف كهربا، في اصابات قبل كده، هل ممكن تؤثر على فريق النادي الاهلي النهارده في القمه 120؟ بص يعني انا اشوف ان احنا مرتاحين يعني. ما انت مين اللي هيلعب مكان المصابين دول؟ ما هم لعيبه كويسه اكيد طبعا، لعيبه مهمه واساسيه كمان، ووجودهم في النادي الاهلي يقول ان هم لعيبه كويسه، مش يعني ما فيش حد بيلعب في النادي الاهلي مجامله يا اسامه او انه ملوش دور او كده، فاهم؟ تمام. فوجودهم في النادي الاهلي يعني ان هم لعيبه كويسه وحصلوا على الفرصه وجات لهم الفرصه ان هم يثبتوا ان هم لعيبه كويسه. روحهم في المباراه النهارده وادائهم وقتاليتهم في الملعب، تمام، كل دي لازم نشوفها النهارده عشان تاكد جداره ان انت تبقى موجود في النادي الاهلي ان شاء الله. كابتن وائل جمعه نجم النادي الاهلي، شكرا جزيلا لك. نروح لفاصل، وبعد الفاصل استكمل الحوار مع ضيفي نجم النادي الاهلي كابتن هشام حنفي.